أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الراوي: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكفئ القدور دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى وإن كان لحاجة، لأنهم أصابتهم مجاعة يوم خيبر. وما هذه حاجة، ما هي ضرورة، لا يباح المحرم إلا عند الضرورة، إلا ما اضطررتم إليه، وهذه ما هي ضرورة، هذه حاجة، الحاجة لا تبيح المحظور، المكروه يباح عند الحاجة، أما المحرم لا، ما يباح إلا عند الضرورة. نعم.